هذه المنصوري رئيس جمعية المنتديات المياه. جات هذه الحملة هذه في إطار برنامج الشواطئ النظيفة اللي كتشرف عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبدعم من شركة ريدال، يعني باش أننا نقوموا بهذه الإذاعة الشاطئية اللي من خلالها كيعرف واحد الحملات تحسيسية للمصطافين، وكذلك كاين ورشات ديال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، وكذلك الأكياس ديال اللي كنستعملوهم مثلا من الأغراض يعني الشخصية داخل المنازل ديالنا، كنعاودو نضربهم تدوير، كنصنعو منهم زرابي، كنصنعو منهم مثلا قبعات، كنصنعو منهم. وكذلك هاد الحملة جات بتنسيق مع جمعية زيرو ويست سخيرات. المهم كحنا الميساج ديالنا أو الرسالة ديالنا للناس الزوار ديال شاطئ جوهرة أنهم يحافظوا على الشاطئ ديالهم، ما يرميوش الأكياس، ما يرميوش البلاستيك، لأن البلاستيك راه تيخلي واحد الأضرار كثيرة بالأخص في الأسماء على الأسماك ولا على المحيط ولا. إذا رسالتنا دائما كنقولوها لجميع المواطنين وعلى صعيد المملكة أن نحاولوا نحافظوا على الشواطئ ديالنا. المبادرة هذه اللي دارت ريدال هنايا في هذا البلاج لأول مرة تنكتشفوا كواحد عزيز عليه اللي بلاج وداك الشيء، اول عام تنجي ليه عجبني بزاف وداك الشيء، وجات بزاف كملها اليوم بانه كاينه المبادره هذه كي قلنا ديال ريدال ديال لي زوردور اللي تيجمعوا عباد الله وداك الشيء، راه من الاحسن بلاج ماشي كبير كاع باش يكون موسخ ولا شي حاجه، يعني ساهل علينا اي واحد ممكن الى لقى شي بغى يرمي شي حاجه. كاينين اللي الاكياس البلاستيكيه وداك الشيء فين الواحد يرمي داك الشيء، وزعما عادي جدا انه الواحد يجمع هاد لي زوردور وهاد الاوساخ اللي ممكن انه الواحد يلوحهم وصافي. السلام عليكم. حنا جينا لهاد الشاطئ اول مره كنجيو ليه، ما عمرنا ما جينا ليه في الحق. حنا ساكنين في تمارا شحال هادي، وجينا لقينا مديرين هاد المسابقه ودرنا معاهم حتى حنايا هاد المسابقه. مزيان، كلشي مزيان الحمد لله، وجمعنا النفايات، عطاونا البلاستيكات، عطاونا الطرابيش، عطاونا التيشيرت، وحنا مشينا جمعنا النفايات حنا والمجموعه ديالنا، وراه دازت مزيانه الحمد لله، كلشي مزيان. ما خصهمش يرميو، هادي من القانون، ما خصهمش يرميو، عيب حشومه. حتى انا ما كنرميش، انا عندي دابا هذا الشيء كنت مخبيه حتى جبته هنا حطيته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.